أصدقائي، كيف حالكم؟ هل تتذكرون من الرسام الذي تعلمنا عنه في المرة السابقة؟ قد نظرنا إلى لوحات مونيه، صحيح؟ واليوم سأعرفكم على رسام جديد. هو رسام يدعى أندي وارهول، وكان يرسم لوحات بطرقه الخاصة المختلفة عن الآخرين. أتطلع أن أعرف ما هي طرقه الخاصة التي تبعها لعمل اللوحات. هل نسافر إلى لوحات أندي وارهول الآن مباشرة؟ كان يتناول مواضيع من الثقافات الشعبية، منها التلفاز والأفلام والإعلانات للوحاته. هذه لوحة بوتيتشيلي وتسمى ولادة فينوس. ركزوا على وجه فينوس في الوسط. قد رسم وجه فينوس هكذا بشكل مختلف. نستطيع رسم الشخص نفسه بأشكال متعددة. المرأة في هذه اللوحة كانت ممثلة أمريكية وكانت مشهورة بجمالها. وهناك الكثير من لوحاته التي كانت بطلتها هذه المرأة. وهذه أيضاً كانت ممثلة مشهورة أمريكية. تم رسم نفس الوجه بالألوان المختلفة. تسمى طريقة عمل الشكل نفسه كالختم مثل هذا الطباعة الفنية. في هذه اللوحة أيضاً تمت طباعة الورود من نفس الشكل بالألوان المختلفة. وتمت الطباعة الفنية بهذه الطريقة مثل النسخ بعدد كبير، لدرجة أنه كان لديه مصنع خاص به لعمل اللوحات. اليوم سنرسم هذه اللوحة، إذن ننطلق. أولاً نرسم دائرة في الجزء الذي سنرسم فيه الورد. نرسم الخلفية أولاً. لونوا الخلفية كلها بأي لون تريدونه.
بعد أن تلونوا هكذا بأي لون تحبونها، لونوا فوقه بلون نيلي أو أسود بشكل كامل. نلونها بدقة يكون أفضل. إذا لم يتبقى كثير من ألوان الشمع، يمكنكم الرسم في ورقة أصغر من هذه. بعد ذلك نجهز ورقة أخرى ونطويها، وإذا تريدون رسم الورد مثل هذا، نقسم الورقة لنصفين ونرسم في جزء واحد منها فقط. هيا نجرب الآن. نرسم هذا الجزء في الجزء المطوي هكذا، وبعد ذلك نقصها. وبعد ذلك نفتحها ظهر هذا الشكل، والآن نلصق هذا الورد في الدائرة التي رسمناها قبل قليل هكذا.
هذه المرة رسمنا بشكل أكبر. وأصبح الحجم أكبر. بعد أن يكتمل الإلصاق هكذا، لونوا الورد بألوان التي تحبونها. الشاشة لوقت قصير ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. نعم، أنا قد أكملت الرسم هكذا، وآخر مرحلة هي رسم الخلفية. نرسم ونحن نخربش بطرف القلم أو القلم الرصاص. هكذا تظهر الألوان الموجودة في الجزء السفلي. سنرسم العشب بهذه الطريقة. ارسموا العشب بأي شكل تحبونه.
من الجيد أن ترسموا بالخطوط فقط، أو من الجيد أن ترسموا بالجانب أيضا. هكذا يمكنكم الخربشة بحرية. قد اكتمل كل شيء. كيف كانت المحاضرة اليوم؟ كان أندي وارهول قد صنع لوحات بطريقة مختلفة عن الرسامين الآخرين، كأنه يختم بشكل بسيط وسريع. من المهم أن ندرك أن هناك أشياء موجودة حولنا لا نعتبرها مهمة، ولكنها قد تكون لوحات رائعة. ما رأيكم يا أعزائي أن تروا أشياء كنتم قد ظننتم أنها ليست مهمة بدقة مرة أخرى وتحاولوا رسمها؟ قد تشعرون أنها غالية عليكم مرة أخرى. نعم، إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.